ايطاليا. منين في المغرب السي هشام؟ من أكادير، اكادير. نواحي أكادير، هي شحال في السن ديالك؟ 24 سنة. هي من باغي دير التيست؟ ربحت الدرية من أيام تيفلت، شنو السمية ديالها؟ تيفلت شحال في عمرها؟ سميتها شيماء، 23 سنة. شيماء تيفلت 23 سنة. شحال انت وهي مع بعضياتكم؟ أنا نقول لك، أنا تعرفت على شي شهر دابا هذا، فهمت؟ شفتها نشوف فين تعرفتي عليها؟ طلعت في الانستغرام. اوكي، ارى النمرة ديالها صفر. اها، تعاود ثلاثة. ايه، يلا ما تهضرش حتى نقولها لك. صافي، ماشي مشكلة، ما عارف اش كيصير. الله، الو، السلام عليكم. الو، اهلا وسهلا شيماء، هادي. اهلا وسهلا، كي داير اختي شيماء؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ العائله، الاحوال ديالكم كلشي لاباس؟ الحمد لله. انا كبير، هذا مبروك عباشرك. قطعت، عرفات الصوت ديال السريري وهي تقطع، اوه هي تقطع، ونعاود نصونيو عليها. عيط لاخي سي مايسر. الو، السلام عليكم. سمح لي ندخل عليا الدمج. ماشي مشكل، ممكن ناخذ وقتك واحد دقيقه ولا جوج؟ مرحبا، الله يكبر بيك، ترحب بيك الجنه. مبروك عواشرك شيماء. الله يبارك فيك اخويا، شكرا على خطيك. كي دايرين لا فامي؟ الاحوال ديالكم كلشي بخير؟ الله يلا صاحب اخويا، الله يحفظك. نهار كبير هذا شيماء. الله يكبر بيك. معك السي محمد سريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت لكم فرجة في البرنامج ديالي، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ صراحة لا. مزيان، مرحبا بك. برنامج، وي، برنامج خطوة قبل الزواج. برنامج وي، إلا بغيتي عندك تليفون آخر في يديك وبغيتي تدخلي معنا على المباشر، مرحبا بك. بغيتي حتى تسالي المكالمة، مرحبا بك. اختي ياك يا جميل. إن شاء الله. إن شاء الله. شيماء من مدينة تيفلت، السن 23 سنة. مرحبا بك شيماء. انت حال وي، تفضلي تفضلي، غير تفضلي، ما نقاطعش هضرتك، انت الاولى. لا لا، والله لا يكمل. وما كانت شي عمرو. نعم، ليش هاد الهضره؟ شيماء، انت حاليا كما قلت لك راك معنا على المباشر، جانا اتصال من عند واحد السيد من مدينه تيفلت، هو اللي عطانا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصل بك. هاد السيد انت وياه في علاقه حب مع بعضياتكم اللي مبنيه على الصح، وان شاء الله غتكمل بالزواج. قال لنا بلي انت وياه في علاقه، وناوي ناوي معاك بزاف الحوايج زوينين، واتصل بينا باش يفاجئك بواحد الخبر اللي زوونا بزاف. اوكي، انا غادي ندوزو لك شيماء. لا لا لا، بلاتي ما دوزيتش شي حد. شكون هو هذا؟ انا ما مخطوبه ما والو. السيد اللي انت وياه في علاقه من مدينه تيفلت، تفضلي. شنو اللي ما يمكنش اختي؟ شكون هو هذا اللي من مدينه تيفلت؟ انت اللي معاه في علاقه، انت عارفه اكثر مني انا. هو اتصل بينا وقال لنا بلي بايدي لك واحد السوربريز، قلنا ليه مرحبا بك. قبل ما ندوزو لك شيماء، شكون هو هذا الانسان اللي جا في بالك حاليا؟ شكون هذا الانسان اللي انت وياه في علاقه مده ديال 6 شهور حتى العام؟ شهور حتى العام؟ وي، الله اكبر. تفضلي. بلاتي بلاتي، باش ما فهمتش. شنو اللي ما فهمتيش؟ كل شيء حيت بصح ما فهمتش، واخا انا مع واحد الانسان اوكي، ولكن اش دخل هاد البرنامج الهضره وهاد؟ باغي يدير لك سيربريز من خلال البرنامج ديالنا. اوكي، انت ملي غادي تدخلي البرنامج وغادي ملي غادي تدخلي البرنامج وتعرفي غتفهمي انت الكونسيبت بحال اش داير. واخا، دابا شتي الا عندك تليفون اخر في يديك، ولا الا بغيتي تجيبي ديال الام ديالك ولا شي حاجه بحال هكا، مرحبا بك، غير جيبي ونعطيك شنو تكتبي وتدخلي معنا على المباشر. شنو هذا المباشر؟ شنو القناه؟ برنامج يو ناو، غتانستالي واحد الابليكاسيون سميتها يو ناو وغادي تلقاي اللايف. تفضلي. شكون هو هذا الانسان اللي جا في بالك حاليا؟ شكون هو الانسان اللي كتوقعي باغي يدير لك هذه المفاجاه في هذه الليله المباركه؟ راه شوف،
وي راه ما يمكنش، ما عرفتش شكون معايا الانسان، سيرتو انني انا بنت، دونك اكيد عندي غولاسيون، انا ما غنكرهاش، ولكن باش غادي نقول شكون هو ولا هذا راه ما يمكنش، راه ما كنعرفش، ما عرفتش ماشي شكون مشكل، ده. ما تقوليش لنا شكون. لا لا حنا كاع باش ما نمشيوش معاك بعيد، اعطينا غير الحرف الاول من الاسم ديالو فقط، الحرف الاول وغادي ندوز الحرف الاول من الاسم ديالو بحال انتي شيماء، حرف الشين. هو شنو هو الحرف الاول من الاسم ديالو؟ تفضلي تفضلي يا اخبار زوينه، كتسناك وعندنا بزاف المكالمات كيتسناو. اسمح لي ما نقدرش. الحرف الاول من الاسم ديالو فقط، حرف الاول من الاسم ديالو فقط. لا خويا ما نقدرش نقول. نو عادي جدا، بالعكس ديالك خبيره زوينه كتسناك وفرحان بيك، وقال لي تقريبا شي 319 ابيل هو كيصوني يلاه شت لي لالين، ملي شدي لالين ديري بحال هكا يبقى فيه الحال، بعدا انا بلاصتو بقى فيه الحال. تفضل. قولي ما عرفاتكش. نو ما يمكن، انت قلتي بلي دايره علاقه، انت قلتي بلي دايره علاقه. لا ما نقولش شكون هو، راه شوف عطينا غير الحرف الاول من الاسم ديالو فقط، الحرف الاول من السميه ديالو فقط، حرف غتخرجي من فمك حرف وغندوزو لك، ما باقاش تسمعي كاع الصوت ديالي، غير حرف غتقولي حرف، حرف واحد. شنو هو حرف بحال لا كتقرايه؟ قولي حرف وغندوزو لك. تفضلي. هذاك اللي كتفكري فيه ما تفكريش بزاف، هذاك اللي كتفكري فيه راه هو اللي متصل بينا. شنو هو الحرف الاول؟ يلا يلا يلا، راه عندنا بزاف المكالمات كيتسناو شيماء. تفضلي. عصام. برافو عليك. انا غادي ندوزو عليك. قولي لي شحال انت وياه؟ شكون هو عصام؟ باش نشوف المعلومات اللي عطانا كنحلوا. واش واش مخاصمين؟ هي مفارقين الناس، الناس مزوجين وكيتخاصموا، وكتمشي للمرأة تغضب عند والدها. قولي لي من الاخر شيماء، حنا راك مادام اتصلت بيك الا وقلت لك كاينه واحد السوربريز كتسناك، انا كنهضر معاك وكنبتسم حيت عارف الفرحه غادي تجيك من بعد ملي غندوزو لك. اوكي ما تكذبيش على راسك وما تكذبيش علينا. عصام كتبغيه؟ بلا بلا ما تحلي جاوبني. شكون هو؟ انا متاكده ما غيكونش هو، انا متاكده. جاوبيني واش كتبغيه ولا لا، ما تضحكيش على راسك. اما انا راه ما عنديش مشكل. شوف وي صافي عافاك دوزو ليا. شكون شوف شكون هذا؟ عصام ناس دابا اصلا غيكون ناس عيط غدا دخل الباب، مستحيل يكون عصام، انا متاكده مخاصمه معاه، ما غاديش يفكر فيا حياه اليوم. شحال هادي باش ما بقيتش باش كتهضروا انت وياه؟ شوف عافاك عرفتي، والله حتى كنترعد كامله، هي اللي ولد المهم صافي بغيت نعرف السبب، تعرفت غير دوبل واخا متاكده ماشي واحد انا اللي غنبارك. انا حاسس بيك بلي كتبغيه بزاف ودابا كترعدي، يعني نقول لك كترعدي ولا ما كترعديش؟ وراك تك كنترعد بعيد وزوج. الله سي عصام السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. مرحبا تفضل. وفينا شيماء صافا؟ عندو شيماء. الله اكبر. الله اكبر. في اعلان. في اعلان اخي. في محلل خاف لي يا ماما. ماشي مشكل تهضر معاك عصام. انا عندي ما يمكنش يكون عصام، انا عارفه ماشي عصام، حتى عصام فارقي الله يهديك. دوزو ليا. ها هو كيسمع لك، هضر مع عصام. شي عصام. وشكون شكون؟ بلاتي بلاتي كاع خليك بلاتي ندير ليه ميوت. شكون هذا اللي كتوقعي ماشي عصام؟ شكون؟ انا متأكدة ماشي عصام. وشكون؟ عندك شي واحد كيبغيك من غير عصام؟ صراحة لا. شنو سميتو؟ واش ضروري هو تعرفو؟ اه شوف انا مفارقة مع عصام وعلاقتي دارت معاه، ولكن دير اللي كنهضر معاه دابا صراحة مازال ما ماشي انا وياه شي علاقه قويه، ولكن ان شاء الله يقدر يكون شي حاجه. شنو سميتو؟ باقين بعد انا وياه. شنو سميتو؟ ولكن هو ما كاينش انا اصلا، راه ماشي من هنا. هضر مع السي عصام. هضر هشام. انا اللي كنعرف كنهضر، ولكن ما بيناتنا والو دابا كنهضرو، المهم نقدروا نكونوا شي حاجه. فاش غنمشي لايطاليا؟ مازال ما مشيتش. غتمشي لايطاليا؟ ناويه تمشي ان شاء الله؟
وباه الوريقات علاش باه الوريقات؟ غنمشي كونترا ان شاء الله. علاش باه الوريقات؟ هذا راه كونترا، ها الكونترا راه كيهضر معاك دابا اون بيرسون. سيبا بخير راجل، علاش ما زعما كيفاش عصام؟ شكون هو هذا؟ انت ما شاك في الدرك عصام؟ هشام هانيه بخير؟ ونار مش مشيتي تنعس تحرك غدا خدام؟ ايوا راه صفقت للسحر وبغينا نشوفو شنو كاين. وزاد البلاء صافي حتى هو اللي تشوفل. ايوا شوف ابلات باش نكون واضحين، سيمو خويا راه هشام عارف كلشي وعارف قصة هذا عصام اللي تشوفل كلشي. كتبغي هشام زعما تقولي زعما لا بلاتي بلاتي ما طاحش ليا هشام بالي، حيت فريمون واحد ما كاينش هو هنا في المغرب. ثاني حاجه بصح انا وياه مجموعين في علاقه، ولكن ماشي علاقه مبنيه على زواج حاليا. انا وياه موعدين فاش غادي نجي عنده ان شاء الله لايطاليا عما قريب غنتزوجوا اه، ولكن ما كاينش هو في تلفلت، يعني ما يمكنش اصلا يطيح ليا بالي هو اللي كاين في تلفلت. فهمتي؟ اي فهمت. واش هشام عرفت؟ اثرتي فيا. ماشي مشكله لالا هانيه. شيماء سمعتي صوتي بعدا؟ اخويا سمعتي صوتي؟ بح الوريقات قلتي لها هشام خويا سيمو راه ماشي غياخذني وغيديني الله يهديك. راه ما غيتزوجش بيا باش يديني. غادي يتزوج بك باش تديه، انت اللي غاتديه ان شاء الله. فين غنتي اخويا سيمو؟ الله يهديك يا الله. تحياتي لكم. يلا فرشيما شكرا شكرا سيمو بزاف فايت. يلا مرحبا. لا يا سيمو الله يحفظك. لا مسكين قافية. شو ملي كيحصل لواحد، شو ملي كيحصل لواحد اش كيدير؟ هذا هو حال الخلاطات، هذا هو حالهم. دابا ما عارف تشد هنا واحد حدا هنا وواحد لهي واحد ايوا بح الوريقات سيري سيري الكونترا ميمي باش تمشي لايطاليا وهي عندها امل. قالت لك نمشي عند ايطاليا وتكمشي هو في تيفلت. الا درنا معاك المزيان غنصيفطوك تبحري في تغازوت. هي 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 تيفلت هادشي ايطاليا وتكمشي والحمام صح زي خروجو. الخوت اللايف ديال الفيسبوك انتهى وغادي نبداو اللايف ديالنا في انستغرام. سي محمد سريري واحد ها الكونت ديالي. ركزوا لي مزيان على الجرس، ركزوا مزيان على الجرس. ها نتوما ها الجرس الخوت راه كنعيا كيصيفطوا لي لي ميساج ما فينا هو الجرس ما كيطيحش الجرس. ها الجرس ما كاينش ولكن راكم ما ابونيش. غدخل انستغرام سي محمد سيري واحد كونتي فيه 744 كا. ها نتوما شوفوا هنا ركزوا مزيان على هنا، انا غندير ابوني. ها هو الجرس طلع فقط. غتورك على الجرس تفعل هاد الخاصيات بربعه وغادي تجي لهاد الاخيره هادي غتورك عليها وغادي دير غوسوفوغ توت لي نوتيفيكاسيون ذات سيت فقط. ملي كتمي عندكش ابوني انت الجرس غيتحيدها. غنحيد ابوني الجرس تحيد. شفتو الجرس هو اللي ولا كيطلع دابا خاصيه دارتها جديده للانستغرام. اوكي كتورك على ابوني ها الجرس طلع طرق غادي ترد. شكون هاد النمره هادي؟ غتردوا هاد هاد اللعيبات هادو كاملين غادي ديروا ماركي 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 توركوا هاد الاخرى ردوا غوسوفوغ توت نوتيفيكاسيون. يلا كلشي يلتحق بنا الاخوان الانستغرام. ها وديروا لي سكرين اللي ما يعقلش عليه دير سكرين. سي محمد سري واحد فيه 644 راه كاين بزاف ديال لي فيك اكونت. من غير هذا الحساب هذا ملي تدخلوا لي مابوني هنا يدخل واحد الحساب احتياطي ديالي كاين هنا هو تا هو وركوا عليه ودخلوا تابوناو طلع لي هنايا. ها هو اوكي طرق هذا راه غادي تلقاوه في مكتوب تما تا هو تابوناو فيه. اوكي يلا نتلاقاو في الانستغرام احبابي. انا غنسد دابا اللايف هنا ونفتح في الانستغرام. كنموت عليكم.